السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيم تلتمية وستين فيلد من الحاجات المهمة جدا إن إحنا نهتم بالإيشوز، لو في أي مشاكل نبدأ نكتبها. أقول له هنا أد وأبدأ بقى أشوف نوع الإيشو، مثلا حاجة خاصة بالسيفتي، الإيشو أي دي، الديسكريبشن، الريجنت مثلا، الروت كيس السبب الرئيسي للمشكلة ديت، ممكن يكون في أكتر من حاجة. الكومباني اللي المفروض تعمل الحاجة ديت، الستيتس، اللوكيشن، ديتيل، التاج، تبدأ تكتب كل المعلومات، الكوانتيتي، الماستر فورمات اي دي، الكرو، اليونت، الكوست تايب. تمام، يبقى انت كده ضفت مشكلة جديدة، الناس تبدأ تشوف هتتحل ازاي. تمام، ممكن تعمل ايديت في اي لحظه وتعدل المشاكل دي، او تحط لها اتاشمنت، يعني في ملف معين عايز تحطه، في لينك، في صوره، ممكن تقول له فايل، تعمل ادراج لعنصر معين. تمام، صوره، فيديو، زي ما انت عايز. ممكن تحط لايبراري، ممكن لايبراري فيو لينك، ممكن تحط كومنتات، ممكن تشوف الهيستوري بتاع الموضوع دوت، ممكن يكون في حد اتكلم او ناقش الموضوع دوت، ممكن تلغيها، ممكن تيجي تعمل لها امبورت، ممكن تعمل اكسبورت، يعني يكون في مشاكل موجودة وتعمل لها امبورت او اكسبورت اكسل، ممكن تقول له اكسبورت لكل المعلومات ديت، تحملها في ملف وتبعته. ممكن تعمل اديت لاول ايتم ان ليست، ممكن تعمل لينك لاكيوبمنت، تشوف ايه الاكيوبمنت اللي عندك وتعمل لها لينك. تمام، ده هيقول لك سيفها كملف، ده السؤال اللي فات اللي هو كنت هسيف كله كاكسل، ده لينك اكيوبمنت. تمام، ممكن تعمل لينك للايشو تانية كاستمايز فيو، ممكن تعمل سيرش، يعني ممكن تيجي هنا وتبدأ تقول مثلا انا عايز اعمل فلتر، او عايز كل اشوف المشاكل اللي انا عملتها، او يعني مش انا يعني عملت مشاكل انشأتها يعني. تمام، الكومباني تعمل فلتر بحيث تشوف المشاكل كلها، مثلا بتاعت الكونتراكتور، تشوف المشاكل اللي لسه مفتوحة محدش قفلها وهكذا. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل فلتر جديد من الاساس، او حاجه تكون موجوده قبل كده، او هعمل اديت ايشو فور كونتراكت دوت، هيبقى متعلم على ايه، يعني لما اختار الفلتر اللي اسمه ايشو فور كونتراكت هيبقى بيدور على الحاجات الخاصه بالكونتراكت والحاجات الخاصه بالانسبكتور. تمام، تقدر تعمل اكتر من فلتر، تقدر تضيف، تقدر تعدل فيه وهكذا.